تتم إثارة الجدل حول هذا الموضوع، حول وضعية رياض الأطفال في تونس، شنو التسعيرات القانونية اللي تحددها الدولة بالنسبة لرياض الأطفال، مدى التجاوزات، لأنه ديما فما نسجلوا تجاوزات. وتو دخلنا لمرحلة جديدة اللي هي حفلات رياض الأطفال اللي عمرها لكانت بيانت الحقيقة، معناها ما كانتش مقبل، معناها حتى الروضات الخاصة ما نزيدوش نخلصوا دغوا متاع حفلة متاع نهاية السنة ما كانت اشتغلت موجودة وبتسعيرات مختلفة. باش ناخذوا كل التفاصيل معنا ضيفتنا السيدة نبيها كمون، رئيس الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال. صباح خير ونهارك زين مدام نبيها. صباح الخير، يعيشك، مرحبا. خليني نبدا معاك ساعه نحكيو على مستوى التسعيرات القانونيه بصفه عامه بالنسبه لرياض الاطفال. فما تسعيره محدده قامت بها الدوله، قامت بالاعلان عليها، والا فما حريه في تحديد الاسعار؟ هناك حريه تحديد الاسعار. ليس هناك اسعار محدده. فمش زمان 30 سنه تقريبا فيه تحديد التسعيرة وبتاش نزيد حتى شيء لو تعطي نقاط الوزارة. أما طبعا عندك 27 سنة 28 سنة التحريرة حرة. التسعيرة برضو التسعيرة حرة، ما فما حتى سقفة، حتى سقف يحطوا اللي يحبوا هما به. دونك حاجه جديده شفناها في السنين الاخرانيه. قبل حتى كان التسعيره حره ولكن ما كانتش الاسعار مشطه. اليوم فما اسعار مشطه بالنسبه للعديد من المحاضن. باش تفسروا سيده نبيها، وانت تبارك الله يعني خبره وتجربه وعلى درايه كبيره بهذا المجال. شوف سيدي، الأسعار تختلف من ولاية لولاية وتختلف من حي إلى حي، وتختلف ماهيش تسعيرة موحدة وماهيش تسعيرة اللي تلقاها مثلا في حي شعبي، مش تسعيرة تلقاها في حي كما نقولوا احنا، مش نقول راقي خاطر الرقي هو في الأخلاق مش في المادة، في حي اللي هما ماديا ميسوري. اوكي، تختلف. تبدا فما من 30 40 دينار الى 700 800 دينار، هذا اللي موجود. نعم، فهمتني. وللولي الحريه في اختيار المكان اللي يناسبه والتسعيره اللي تناسبه، لانه تويك بشلوه احنا نقولوا علاش ياخذوا هكا. والله اذا كان هما عندهم خدمات اللي تتطلب مصاريف والاولياء راضين بهالمصاريف، هو عرض وطلب معناها في نهايه الامر. يعطيك الصحه، هو في نهايه الامر عرض وطلب، وانت حر فين تسجل. يعني احنا تو كان نجي نشوفوا الرياض التونسي، ايش نشوفوا المدارس الاجنبيه اللي في تونس قداش نفس الشيء. بس تاخذ في العام 12 مليون و 13 مليون غير التسجيل غير شنو. يعني التسعيره هذه مش لازم نركز عليها برشا، لانه الولي هو الفيصل. هو واختياره. أيوة. سجلتوا شي تجاوزات عام السنة؟ اعطيني فكرة. في المحاضن على مستوى ربما عدم السلامة، الأمن، النظافة، على المستوى البيداغوجي. هذه احنا تخصناش كغرفة. احنا ليس لنا دور رقابة. هذه تخص الوزارة والمدوبيات الجهوية. هي تلقى عندهم الرد، هل هناك تجاوزات، هل هذاك عندهم. احنا دورنا كنقابه انه ندافع على حقوق الباعثين وعلى حقوق الاطفال. يعني على حقوق الاطفال بالدفاع على روضه، ما تكون روضه نظيفه، روضه تكون بواجبها كما ينبغي، اللي يخدموا عندها يكونوا ناس اكفاء. اما احنا انه نراقب ونشوف، هذا ليس بدورنا. نعم، باهي سيدتي الكريمه، من دوركم وانكم تنجموا تتدخلوا في علاقه بدفع المراسيم لحفله اخر السنه، معناها يتكبد الولي معاليم عام كامل وتولي حفله اخر السنه زاده بمعلوم، فما معاليم راه وصلت ل 180 دينار و 200 دينار. سيدتي، احنا في الروضة كما قلت لك في الأول، حتى ما يصير مساحة الروضة دون موافقة الأولياء ودون طلب الأولياء، احنا في نسألوا الأولياء،
نعملوا حفلة ما نعملوا شي حفلة، الحفلة تكلف كذا، يساعدكم ما يساعدكمش، والأولياء حرام. سيدتي إذا كفما حفلة ب 300 دينار 350 دينار الولي هو اللي نساها فيها وهو اللي غالط. قد لما تجيني أنا مولات الروضة تقولي نحب نعمل حفلة في وتيل، قل لي أنا ما نحبش حفلة في وتيل، نحب حفلة في روضته. أوكي. ولما الولي نفسه يطلب أنه حفلة ولده تكون دون ان اوتيل 5 اتوال، دونك نكتين علاش احنا يعني نحطوا الغلط كله على الروضه. ثم هذا وهذا، انا شخصيا نعمل حفلتي في روضتي، اوكي، ما نخرجش طفلي من المكان اللي هو متعود عليه، من العالم نتاعو. غاديك كي بدا يتحرك يتحرك بحريه ويتحرك وهو مرتاح وعارف كل بقعه شنو هي. دونك الروضه الحفله تجي داخل الروضه. جاوني عديد المرات، مش هالسنين هذوما، مش بعد الكوفيد، قبل الكوفيد نحكي، جاوني مدام علاش ما تعملناش الحفله في الوتيل؟ لا يا ولدي ما نعرفش الوتيل، والله سي بلو واحد سي بلو شيك، لا ما نعملش حفله في الوتيل، حفلتي في وسط روشتي. اوكي؟ لانه فما اجباريه زاده لحضور الحفله بالنسبه للاطفال. باردون، سي لي بارون دوموند، سي لي بارون كان الاولياء هما من يطالبوا باللوكس، يدفعوا. وإذا كان هي روضة عادية أو تحب تعمل حفلة عادية في روضتها، حسب شنو هو الخدمات اللي باش تقدمها. دونك تطلب تسعيرة، الولي يا يوافق يا يرفض. يا هي تو تجي مثلا تقول باش تعمل حفلة 200 جنيه، لو الأولياء الكل اللي عندها يقول عليها مش عادناش ما نعملوش، ما تنجمش تعملها. مدام معنا زميلنا، مدام نبيها معنا زميلنا محمود الحاج يحب يتفاعل معك في هذا الموضوع، تفضل. مدام نبيها صباح الخير، وانا والد معناها ولدي توا عمره 5 سنين، مرحبا بك زاد انت على ديوان فهم. هو اللي نتسائل فيه هنا الحقيقه، توا كي ولي معناها ما نجموش الاولياء الكل يكونوا عندهم راي واحد في الروض، معناها كان يتقسموا ويجيوا في روضه يتقسموا، شطر يحب ولادهم يعملوا حفله في وتيل ولا حتى في بواطه، كل ولي معناها مسؤول على ولده، والاخر يقول لك لا، براتيكمون الروضه باش تقعد لها بالصغار اللي عندهم الحفله يحفظوا فيهم في الغنايات، وشهر الاخر باش نلقى روحي انا مخلصوا سبه لا هكاك. نعرف مليح اللي انت دورك باش دافع على الروضات قبل كل شيء، ولو انه عندكم دور باش دافع على الصغار. نعرف مليح، معناها على الواقع سيدي. لا لا لا، الواقع يدافع عليه، الواقع يدافع مدام، الواقع يدافع عليه، الثقافة المجتمعية والوعي المجتمعي هو اللي يدافع على الواقع. انت تدافع على الروضات لهنا، وهذيك صفتك اللي كلمناك بها اليوم الصباح، باش نبداو واضحين. انت ديجا ملي بديت تتكلم هذاك، علاش انت مع الاسعار نتاع الروضات؟ وكان روضات عندهم دي سيرفيس ودرا شنو، ميم سي اللي هو بليز اوموا معقول محمود، كنا نعرفوا في تونس اللي مش الروضات اللي يخدموا في سيدي انت طلبتي باش نتكلم، خلينا نتكلم. تفضل. اوكي. سيدي انا قلت عرض وطلبت. انا عندي سيرفيس، اسمح لي. انا عندي سيرفيس يطلب 1000 دينار. سامحني، انا عندي سيرفيس يطلب 1000 دينار، مصاريفه 1000 دينار، ماهيش في 500 دينار. الروضه مؤسسه ربحيه، لازم يكون عندها كما نقولوها مارج دو غان، يعني كيفاش نقولها؟ هامش ربح. يعطيك الصحة. لازم يكون عندها هامش ربح، لا عندها باتيندا. إذا كان ما يكونش فيها هامش ربح قانونا تغلق. لابد أن يكون هناك هامش ربح. هو في محاسبة. أنا باش نمشي روضة مش عارفة، أنا نمشي البوليونور ولا نمشي كل روضة ب 6 ملايين و 7 ملايين و 8 ملايين في الشهر. هنايا باش قابلك المصاريف هذيك. دقيقة محمود، رجعت لك هو ما سألتك سؤال على الحفلات يا مدام نبيها. خلينا نتكلموا عاد سيدتي، خلينا نتكلموا بالنسبة للحفلات. فهمتني؟ أنه تقول الطفل هذاك يخليه، لا، الطفل يغني خاطر ما كل فرد قسم، باش يغني باش يرقص باش يمثل باش يعمل كل شيء. تبقى نهار الحفلة ممكن ما يجيش، وكيف ما يمكن يجي خاطر فما برشا رياض، وهذا ما نكروش. وقت الولي يقول انا ما غير قادر وما نجمش، مش يقولوا لا ولدك ما يجيش. ما كان انا هاو سؤالي واضح يا مدام نبيها. انت قبيله قلت اذا كان لي بارون هما اللي طالبين ويحبوا حفله تتعمل في نزل، وقت الروضه تنجم تاخذ بخاطرهم وتعمل الحفله في نزل، وهوني يبدا التسعيره تولي تسعيره غاليه. ولكن اذا كان
هوني نحكيه على 100% من الأولياء، ولكن أنا كان نلقى حتى 10% هما ضد الفكرة هذية، شنو مصيرهم الصغيرات هذوما؟ ما يحضروش حفلتهم؟ ما عندهم حتى مصير، يحضروا ويشاركوا. رانا كيفاش يحضروا؟ وهو ما يحبش يخلص التسعيرة، كيفاش باش يحضر؟ أنا هنية تويك، أنا هنية اللي أنا قاعدة باهتة فيه، سامحوني. أنا دوري إني باش ندافع على الحق، هذي شراو ولا مش راو. أنا مرأة كبيرة ومامة. مانيش حد مالا نحن ندافعوا على الباطل، كان نحن نسالوا فيك انت تدافع على الحق يا مدام، ما راهو فما كلام يتقال وفما كلام ما يتقالش. ندافع على الحق، خليها توضح فكرتها. سامحني سامحني. لا انت دافع على الرجال، لا توضح فكرتها يا محمود. تفضل يا مدام نبيها، تفضل محمود دقيقه. سامحوني، ما نحبش الاتهامات بالباطل. لا ما اتهمنا حتى شيء، احنا نحاولوا نفهموا مع بعضنا. تقول انت تدافع على الباطل، انا باطل. قلت لك نحن ندافع على الباطل، كانت تدافع على الحق. ما نحن مانيش ندافع، نحن قاعدين نحكي على الموضوع. سامحوني 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 من فضلكم، سامحوني. تفضل. كل عام وقتي تبدا الرياض باش السنه دي فيها باش تبدا، واحنا الرياض 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 ما نخليوها نقولوا فيه. اوكي؟ توا عاد هذه حاجه جديده، ولينا على الحفلات. يا اخي الحفلات باللي انا بديت الروضه عندي توا 33 سنة، فما حفلات في مقر الروضة يا مدام، عاد ما كانوش هذوما توا. أنا سألتك سؤال بسيط ما جاوبتنيش عليه يا مدام نبيه. أنا قلت لك إذا كان إذا كان 10% من الصغيرات ما عندهمش باش يخلصوا، شنو يعملوا؟ يحضروا، معلش يحضروا، ما يخلصوش ما يخلصوش المعاليم نتاع الحفلة، يحضروا يحضروا يحضروا. ومولات الروضه وقت تشوف الصغير حاضر ماهيش باش تقول يلا اخرج ما يجيش، فما رحمه راهو في قلوبنا، ماناش جشع عندنا هالدرجه. وبعدين اذا كان فما روضات جشعه فالعيب في الولي، هو من شجعها على ذلك. اذا كان الولي يقفلها ويقول لها سيدتي هالمبالغ هذه اللي طلبتهم ماشيه فيه، وريني شنو فاش صرفت، فهمتي؟ صاحبة الروضه باش تعرف روحها وتعرف تطلب وش ما تطلبش. علاش ديما احنا محطوطين في خانه الاتهام انه جشعين يا مدام؟ كان جيتوا محطوطين في الخانه هذه، رانا ما كلمناكش باش نستفسروا منك، راهو يا مدام نبيه احنا كلمناك باش نستفسروا منك. هاني فهمتك. الحفلات واضح مني انا عندي توا حاله روتي من 30 سنه، كل عام فما حفله، ما فماش عام ما عملتش فيه حفله، فهمتني؟ وش نعمل في ولا عامنا؟ نحكي على نفسي، نعمل اجتماع مع الاولياء. هذه الروضه شنو باش تقدم لكم خلال السنه، وهاو الروضه وش تستنى منكم انتوما، ايش تستناو منا؟ فما ديالوج ما بين الولي وصاحب الروضه، ونخرجوا في الاخر بي في مصحين عليه الناس الكل. هذا نظريا، ولكن راهو على مستوى ما تحبوش حفله، على مستوى الممارسه مدام نبيها، راهو فما برشا روضات، على برشا روضات ما يخليوش اختيار للولي ويجيو في اخر لحظه ويقروا ويبدلوا البرنامج ويخليو معاليم مشحفه احيانا على الاولياء وما يخليلوش فرصه الاختيار. انت تحكي نظريا، نحكي لك واقعيا. واقعيا مدام، واقعيا في يد الولي، لما الاولياء يجتمعوا الكل ويقولوا هذا غلط وماناش مساهمين وماناش دافعين، اش باش تعمل ولات الروضه؟ واضح. شكرا لك مدام نبيه. خاطر هوني لما يلزم الولي يكون عنده الشجاعه الادبيه انه يواجه. انا جاتني روضه قالت لي جاتني اخر العام وانا ما في باليش شهر قبل، اسمعني باش نعمل لكم حفله والحفله تكلف 100 دينار على سبيل المثال، فهمتني؟ إذا كان الأولياء شايفين كل 100 دينار تستاهلها الحفلة هذيك، إيش اللي شارك واللي ما يقدرش يقول أنا والله أنا آسف ما نجمش نعطي 100 دينار تو نعطي اللي نقدر عليه وتمشي الأمور. أما إذا كان هي باش ما تعملش الحفلة، كلهم عاملين حفلة، تعرفش معناها حفلة بالنسبة للطفل في آخر سنة؟ كيما حفلة التخرج بتاع الشيخ اللي يعمل 100 دينار. نعرف أهميتها، وذيك علاش احنا قاعدين نحكيو عليها اليوم. هو يقف شخصين قدام الولي نتاعو ويغني ويرقص ويمثل ويعمل، هذيك بالنسبة لي هو فرحة كبيرة.
اللي هو الانيماتور والاخرين سو دي سبيكتاتور. يعني فما فرحه مزدوجه ما بين الطفل وبين الولي وبين العائله الكل اللي تشوف ولدهم كومو الى ايفولوي. شكرا مدام نبيه، ما عادش عندي برشا وقت، شكرا ليك على التوضيحات هذيا. تفضل تفضل اختم ليا. ما تحطوش ديما الروضه في موقع التيلي بربي، إذا كان فما خروج عن القانون اللي خارج خلي الولي يتصرف، والولي هو اللي يقدر يمنع أي خروج عن الائتلاف. لا احنا ما عمرنا لنا باش نحطوا الروضات موضع اتهام لهما للمحاضن، لانهم يخدموا في خدمه جباره، خدمه كبيره، صغيراتنا واجيالنا ما بين ايديهم، ونحبوهم يخدموا يواصلوا العمل نتاعهم بكل مهنيه، ولكن هذا لا ينفي وجود تجاوزات عند البعض منهم. احنا فقط ما نقولوش لا فوالا، ما لا نقولوا لا في اونغوز بالنسبه للكل، ولا نقولوا الكل خايبين زاد في كل الميادين فما تجاوزات. بالضبط هكا متفقين. شكرا لك سيدتي الكريمه. شكرا. ولا انكر انه في تجاوزات، انا قلت لك التجاوزات يسمح بها وعلى الولي ان يصحح المسار. بالضبط واضح، وصلت الفكره. شكرا سيده نبيه كمون رئيسه الغرفه الوطنيه لمحاضن ورياض الاطفال. انا اللي حز في نفسي وانه بالحق معناها حتى التعليم ولا تجاره في تونس راه بصفه عامه. محمود جست باش نفسر حاجه بسيطه، حاجه بسيطه، بصفه عامه مانيش نحكي فقط على المحاضن، راه نحكي حتى على المدارس الاساسيه، نحكي على المعاهد، نحكي على الجامعات الخاصه، وهوني مانيش نجمع معناها لانه فما خواص يخدموا مؤسسات تربويه خاصه تخدم في خدمه محترمه جدا، ولكن فما برشا زيدة تجاوزات وتجارة، وفي الاخر ما يعطيه حتى شيء للطفل ولا للتلميذ. صحيح. لا فما شكون اللي يعطيه للطفل ويقلل يعني كل شيء. عملت لانيون اما في حكاية الحفلة عفاف بيدها فما استغلال. تقولي الاستغلال وين؟ انه اغلب مش اغلب فما برشا من الروضات تولي فيها 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 حاجة فيها تكتيك ماركتينغ. شنو يعني؟ يجيك اللي كنت ام الطفل تخلص 150,000، انت ولدك باش يشطح وتيل بلاكي تخلص 150,000 معناها تحضر انت ولدك وبوك وولادك الاخرين عائلة شكون تنجم تجيبها معاك ماهيش مشكلة بريتو ماكش باش تاكل جوج باش تقعد، مي الفلوس اللي خلصتهم انت والحفلة هذيك الروضة باش تعمل بها ماركتينغ للروحة العام الجاي. الروضة باش تهبط الفيديو هذيك باش تعمل بها ماركتينغ. انت خلصته قبل محمود ما كناش نخلصوا، كنا جوست ندفعوا الفلوس نتاع الازياء اللي باش يلبسوهم الصغيرات تساهم في في اللبسه هذه، تساهم فيهم ليه قبل زيد وفما يقول لك شنو اللي باش تلبس وانت تجيب الحقيقه نجم تجيب عمري لا خلصت حفله مستحيل ما كناش نخلصوها الحفله كانت بالعكس كانت هو راهو ايجا نقول لك كيما قالت توا هي مدامنا بها راهو فما زيد عرض وطلب زيد فما اولياء ما شاء الله ياسر يشجعوا على الحكايه في اوتيل 5 اتوال ونحبوا كذا ونحبوا كذا، وهذا اللي ما يقدرش عليه الناس الكل، وهون يولي الظلم بالنسبه لفئه كبيره. هي قالت لك حتى كان ما يخلصوش يحضروا. أما اسكو يشاركوا والا ما يشاركوش؟ هكاك هذه هي هذا سؤال صحيح تماما. اسكو يشاركوا ولا ما يشاركوش؟ بلاي كلام هي نسالها في اللوف، قولها يشاركوا ولا ما يشاركوش؟ على الاقل هذوما قولها راي امل تو ذاك السؤال. يلا خليكم معنا في المتابعه، مازال عندنا برشا مواضيع باش نحكيو فيها في حلقه اليوم. بعد شويه باش نحكيو على مكتب على مركز النهوض بالصادرات بنيجيريا. هكا حاجه باهيه هذا موضوع باش نشوفوا احنا وين من هذا كل، وباش نرجعوا نحكيوا زايده على الوضع في فرنسا، الانتخابات الفرنسيه الجاليه التونسيه والمغاربيه والعربيه وليزانتونسيون دو فوت غاديكا، وكيفاش تلقاو هما هالتغيير هذايا على في المشهد السياسي الفرنسي والاوروبي بصفه عامه. دونك خليكم معنا في المتابعه، مكملين معاكم حتى لل 11. اجتماعيه اقتصاديه ثقافيه وسياسية، ناس الديوان أحلى لما وأحلى ناس، كل نهار أحد من نصف نهار الماضي ساعتين معايا أنا سامح مفتاح.